وحضرتك شغال ايه؟ انا فريلانسر. يعني حفلات، يعني ناس طالعه وناس نازله ونظام انزل امشي الكلب وكده. كلب ايه يا فندم؟ مفيش اي كلاب خالص. انا جعفر. انا قلت لك 100 مره ما تجيبليش الاشكال دي، لا عايزها ولا عايز فلوسها يا فندم. نتكلم بس. شكرا لوقتك. انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. ايجي بنك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز، حلول متفصلة على طبيعة شغلهم،